فرصة اللي تكون في إطار جيني تحت لي الفرصة أولاً باش نتعرف على واحد الفضاء جديد ومميزات أخرى اللي كيعتمد عليها الميتافور في التربية والتكوين خصوصاً المخطط الاستعجالي اللي غادي أكيد أنه غادي يفتح آفاق أمام التدريس ديال المادة المدرسة اللي كندرس والمواد الأخرى اللي تفتح آفاق ديال استعمال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في المعلوميات في إطار التدريس من طريق بحال هذه الفرصة هذه ولا التكوين هذا هو اللي غادي يسمح للارتقاء بالمنظومة التعليمية ديالنا وكذلك لأن التلاميذ ديالنا هما تيستعملوا هذه التكنولوجيا هذه واستعمالها في القسم ولا في التدريس في المدرسة اللي غادي يفتح آفاق أمام التلاميذ باش يستعملوا هذه التكنولوجيا المعلوميات في يعني في التحصيل ديالهم وفي الدراسة في الاهتمام أكثر بالدروس ديالهم. كذلك هذه الفرصة هذه عرفتنا على عدة أصدقاء جدد سواء في إطار المجموعة ديال المكونة ولا المجموعة ديال المكونين. إذا كل المتمنيات باش ننجحوا في هذه المهام ديالنا وكل المتمنيات كذلك باش التعميم ديال التكنولوجيا المعلوميات في التدريس سواء بالنسبة للمواد العلمية والمواد الأدبية أو باقي المواد وهذا كله من أجل الخدمة ديال التلميذ والتحصيل ومن اجل خدمه المدرسه العموميه في المغرب ديال ليتيش تكنولوجي دانفورماسيون كومينيكاسيون في لونسينيمون شي ولا ضروري ومؤكد. هذه الورشه العمل اللي هذاك وضحت لنا عده اشياء اللي كانت تتخيب علينا ونتمنى ان شاء الله نستافدوا من جميع الاستفاده اللي خدينا من الورشه باش نحاولوا نطبقوها حنا في المؤسسات ديالنا ومع الاخوان ديالنا الاساتذه داخل المؤسسات ديالنا. كنظن ان المديريه ديال جيني كون انها غيرت استراتيجيه فهي لتصحيح واحد الوضعيه وبالاضافه لذلك تطوير التعليم للمواكبه التطور اللي تيحصل في العالم كامل سواء في ميدان التربيه ولا في التكنولوجيا. اذا جيني جات بهذه الفكره جيده طرحال المواكبه ديال التطور العالمي. السلام عليكم. اولا نزيد فخورين وعجبنا الحال على هذا التكوين اللي جينا فيه لان جينا في الاول كنا يعني تقريبا ما عندنا حتى شي معلومات كثيره واما الان تبارك الله حنا دوزنا 6 ايام دوزنا بزياره لقينا فيها معلومات يعني عده اشياء اللي مفيده وكذلك حتى من ناحيه انه كسبنا اصدقاء يعني اصدقاء واني دوزنا واحد الايام مع المجموعه بزياره. بغيت نشكر كثير الاخوان المؤطرين اللي قاموا بواحد المجهودات ويعني ساعدونا مزيان فكنشكرهم. السلام عليكم. هو اللي غنقول لك هو اننا جينا يعني الفكره اللي جينا بها ماشي هي اللي خرجنا بها الحمد لله. اول مره كنحس بواحد التكوين اللي عطانا فائده سورتو اننا جينا في الاول ما عندنا حتى ندير حتى بشي حاجه ولكن كنشكر الناس المؤثرين اللي ساندونا واللي شدوا بيدينا حتى عطينا واحد الفكره منهم وحتى الناس اللي كانوا معنا والمجموعه ديال الاساتذه اللي كانوا معنا حتى هما في المستوى وكنا كاخوه ومتكاملين وكاين تقاسم بيناتنا وتشارك في عده اشياء والحمد لله. بعد جينا هنايا كنا جينا ما عارفين والو على مشروع فني الحمد لله باش ماشيين دابا يعني مشينا بواحد الباكاج هذا الباكاج تبارك الله اللي عود الفضل فيه للناس المؤثرين اللي صاروا التخطيط يعني ما دخلوش علينا بالاراء ديالهم والافكار ويعني والتجارب ديالهم يعني تبقونا الحمد لله كان داك الشيء في المستوى من ناحيه النظري حتى التطبيقي كان مزيان وفهمنا المغزى داك الشيء علاش داه اون بليس يعني حنا ملي غنمشيو نخدمو مع الاساتذه الاخرين اللي في المؤسسات ديالنا عندنا ان سيغتان باجاج الحمد لله والشكر لله يعني هذا كجعل الاساتذه اللي اثرونا الحمد لله ماشيين يعني بحال تقول ما كانش يعني سومين ديال فورماسيون مي كانت بليزيوغ سومين حيت حصه وحده راه تبارك الله كنخرجو خرجو عامين بزاف. لا عشنا معكم واحد الفتره زوينه وهاد الفرصه اللي خلاتنا اننا نتعرفوا على بعضنا كانت زوينه وتعلمنا بزاف ديال الحوايج زعما تنشكركم على سعه الصبر ديالكم معنا زعما تبارك الله على المكونين خدموا معنا مزيان وكانت فرصه عاوتاني تلاقينا مع اساتذه جداد
وتعلمنا شي حاجه زوينه وحنا مستعدين انا نمشيو شي نطبقوا في المؤسسه ديالنا. وكنتمنوا انه في الفرص عاوتاني تعاود تجدد ونعاودوا نستافدوا ثاني اكثر ونعاودوا نجدوا حتى ديك الحيويه ديالنا والروح ديال الخدمه. وشكرا.